بس عصام دايما بقى في التوفيق وعدمه في حاجات كتير طبعا. من ضمنها ملف التحكيم اكيد. هل في تخوف من فكره التحكيم خصوصا الاهلي عانى الحقيقه في مباريات افريقيه كتير خصوصا في النهائيات رغم معاناه الاهلي، انما هي سمه في البيت الكبير في النادي الاهلي انه دايما لا حديث عن التحكيم، يعني جيل بعد جيل لم نسمع ابدا، ومعانا جيل يعني من الذين قدموا خلاصه عرقهم للنادي الاهلي وبالتالي نجوميتهم محببه للناس. اسالهم حضرتك، لا يمكن انه يقول ظلمنا الليله، لا يمكن انهم يتلموا حوالين حكم، لا يمكن الحوار عن هدف مشكوك في صحته، فهيتقال لهم دايركت اين الهدف الثاني، يعني اللي هو استمرار اللعب زي ما الكابتن يوسف بيقول. وبالتالي طبعا مشروع جدا ان احنا نفكر بالطريقه دي. لازال التحكيم الافريقي رغم انه للامانه برضه عشان يديهم حقهم محاولات جاده جدا للقضاء على الظاهره دي، ولكن احيانا انت بتبقى اسير ما يحدث في حتى في حكايه اسمها لعبه ابن البلد او صاحب غياب الجمهور برضه ممكن يبقى عامل له تاثير على التحكيم سلبا ولا ايجابا يا استاذ؟ لا ممكن يبقى تاثير ايجابي، الراجل مش هيتحط تحت ضغط لان هناك العاب اسمها صاحب الملعب. صح يا كباتن؟ يعني في العاب بس الضغوط انا حاسس مش الضغوط ايجابيه، لكن الفوكس كبير قوي على التحكيم في المباريات النهائيه الافريقيه بموجب المشاكل اللي حصلت السنين اللي فاتت. ده الجديد يا كابتن، انه اصلا بقى في عنصر واضح، الفيفا بذات نفسه هو من يدير المنظومة اللي هتوصل لكأس العالم، حتى هم مسمينهم النخبة لكأس العالم. كانوا معسكرين في مصر يعني. بالضبط، كانوا معسكرين. مسافر على سفر منهم ولم يعلن عن الأطقم حتى الآن. الكأس العالم للمنتخبات طبعا. المنتخبات. ومن ثم حتى كأس العالم للأندية. أنت الآن. أنت الآن. مفيش كأس عالم للأندية، خلي بالك. لا ما أقصدش ممكن مش موجود. العسكرة كلها للتصفيات الدول، ما هم نفس الحكام، لكن الأهم أنت بدأت تدرك أن رحلة كأس العالم كحكم هي تنهيك وحدها عن أنك تحاول تداعب يعني من لهم ثقة القار، يعني خلينا نتكلمها بصراحة أكتر يعني. ثم الفار الآن طبعا. يعني الظلم صعب قوي، سيبك أن احنا البروتوكول عندنا لسه ما ملوش كتالوج، لكن الحقيقة في كل ما يمكن أن يكون مصداقية الفار هيعمل ده. وعشان كده النهائي يعني المغربي التونسي الشهير علشان يقدر حد يعني بيقولوا عليها يلعب، مش هقول يتلاعب، عطل الفار من اساسه، ما قدرش يعني يعمل ده والفار موجود. وحصلت مع النادي الاهلي في العام قبل الماضي في تونس رؤى العين يعني، واحنا قاعدين فوق الفار وحضرتك كنت موجود والناس كلها يعني شافت ما حدث. انما انا يقينا على مدار يعني عقود كثيره لم نرى ابدا للنادي الاهلي اي دلاله تخليه يبقى نازل خايف من الحكم، بل على العكس دايما الاجهزه في النادي الاهلي مرورا من قرارات عاشوها مع الادارات انه ملناش دعوه بالحكم. على فكره كابتن نلعب في استاذ عصام زي ما انت بتقول، بس خلي بالك وكابتن محمد يوسف يشاركني الراي، لما حتى احنا في الملعب بنلاقي الحكم جاي علينا دي بتدينا روح ايجابيه اكتر، ايجابيه بتدينا عزم اكتر، واحنا بنكلم بعض جوه الملعب تشعر بظلم لا بين احنا لا طب يعني خبره، وده ممثله في ممثلة انت عندك لعيبه دلوقتي، في الشناوي عنده خبرات، في وليد سليمان عنده خبرات، في عناصر كتير، علي معلول عنده خبرات، ايمن اشرف عنده خبرات، احمد فتحي لو بدا يعني كل اللعيبه دي عندها خبره. يوسف في الفرقه وهي بتلعب في ماتشين الاخاره يعني مع الضغوط التحكيميه او بعضها، اعتقد ان الراجل موسيماني خد ده منطق رائع للعب الافريقي، فقد تتعرض لنفس الحاله وكانه درب او كانه كان يتمنى يعني معنويا باعتبار ان البطوله دانت حمراء يعني درع الدوري، اكيد هو كان سعيد بالممحكه دي على اساس ادى لعيبته حصه يعني كان مستعد هو يبقى موافق عليها مبدئيا يعني.